السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أخيط عباية موديل بشت بطريقة سهلة وبسيطة، وصدقوني لو أتقنتوا خياطة هذه العباية راح تخيطون بدال الواحدة ثنتين وثلاث. استخدمت قماش لامي في لمعة خفيفة 4 أمتار في عارض 150 سنتي. حبيت أشرح طريقة ثني القماش على ورق، لأنه صعب أن الكاميرا تطلع على كل القماش، لأن القماش طبعا 4 أمتار وكبير. أول شيء أثني القماش مرة، بعدين أثنيه مرتين، يعني يطلع لنا جزء مفتوح والجزء اليسار مغلق. أول شيء أقيس من اليمين 8 سنتي، ثم أضع نقطة، بعدها أنزل 5 سنتي من اليسار، ثم أوصل النقطة 8 سنتي مع النقطة اللي نزلت منها 5 سنتي. ثم أنزل حردة الرقبة والأمام 23 سنتي، وأوصل النقطة 8 سنتي مع نهاية 23. ثم أقيس عرض الكم 12 سنتي، ثم أضع علامة بحيث أنه يكون منحني. وعرض العباية من أسفل 52 سنتي، وأوصل نهاية 52 سنتي مع نهاية الكم. والزاوية اللي تحت ارتفع 7 سنتيم للأعلى و7 سنتيم لليمين، وأضع خط منحني.
بالنسبة إلى طول العباية، أنا قست من الكتف إلين الأسفل 133 سنتي زائد 3 سنتي للثانية الأسفل. أنتم قيسوا طولكم من الكتف إلين القدمين وحطوه بالنسبة إلى العباية اللي راح تخيطونها. وزاوية العباية هذه ارتفع 7 سنتي وانزل من الاسفل 7 سنتي واوصلهم بخط منحني. عند قص العباية اقص الرقبة بالطبقتين العلويتين فقط، اما باقي اجزاء العباية اقص الطبقات الاربعة مع بعض.
بالنسبة للخياطة، أخيط العباية على الوجه أول، ثم أقلبها وأخيطها على الخلف. وتسمى هذه الخياطة الخياطة الفرنسية، وهي مناسبة للأقمشة الحرير والأقمشة الخفيفة والعبايات. وقبل خياطتها على الخلف، أقص الزايد من القماش بحيث إني ما أخلي إلا نص سنتي. وراح أركب في الأكمام وفي الأمام خيوط قيطان. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.